مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، كما كتشوفوا معنا الكل مازال المغاربه في انتظار الخبر السار وفي انتظار انه يخرج لنا ريان ان شاء الله من القاع البير اللي هو فيه الان. فدائما مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، كما كتشوفوا معنا الكل منشغل في هذه الاثناء هذه بهذا الحدث، لانه ريان ما بقاش غير حديث ديال الام ديالو الاب ديالو، فهو ولا الان الكل الان عايش ظروف ريان وعايش المحنه اللي كيعيشها ريان. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، غنخليكم مع دائما ودعواتكم دعواتكم دعواتكم، هذا ما نسالكم في هذه الاثناء هذه. وكما كنسمعوا انه كاين الان الاطقم الطبيه وعدد من الناس اللي تواصلت مع ريان. غنخليكم مع احد الاخوان اللي باغي يقدم الدعاء وكلمه. خويا احمد، كلشي تابع بالتاثر هذه الواقعه هذه. السلام عليكم خوتي خواتاتي الاعزاز اللي في العالم، اللي ساندنا وتيدعي معنا دا واحد الخير، تنشكروهم وكنشكروا حتى الجزائر الجيري، كنشكروهم كيدعيو معنا وكاع الدول واسرائيل وكاع المغاربه. والله يصبر والدي كاع المغاربه تيدعيو معنا و... سير نعم نعم نعم. خوتي تنسبحوا الله، انا راه الليل والنهار كنسبح الله، ان سيدنا يونس كانت سارطة الحوته كان كيسبح الله باش خرجاته. سيدنا يوسف عاوتاني من رماوه اخوان ديالو في البير كان كيسبح الله. سيدنا ابراهيم من رماوه في النار كان كيسبح النار، فهمتيني؟ اي واحد يسبح النار. خويا شكرا لك خويا احمد، الان في هذه الاثناء يعني كاين اخبار ان شاء الله. خويا اسماعيل كلمتكم الدعاء ديالكم للريان. السلام عليكم خويا منير، وتنشكروا صحافه شوف تيفي اللي متبعين معها الملف ديال الطفل ريان، ونتمنوا من الله يرجع سالم لوالديه والمغاربه كاملين والعالم كامل. الحمد لله ريان مع العالم كامل صغير وكبير، اللي سولتي دابا تيتنطل ريان كله ريان، ما تناكلو ما كنشربو ما كننعسو ما كنديرو حتى شي حاجه، لا خدمه لا حتى شي حاجه. الهم ديالنا هو ريان يرجع سالم للعائله ديالو ويفرح الام ديالو ويفرح المغاربه كاملين اخويا منير. وهادشي اللي كنتمناه، وكنشكروا رجال الامن والصحافه ديال العالم كامل ودال المغرب شوف تيفي وديال المغرب الدول العربيه والشعب الجزائري اللي تا هو كان ضامن معنا، والشعب المصري والتونسي وجميع عبر العالم الحمد لله، والجاليه المغربيه اللي ما نعساش هي مع هادشي هذا، والامهات ديالنا والابات ديالنا والاخوات ديالنا، واللي سولتيه دابا في هما في القهاوي غتلقاه كيتفرج دابا الطفل ريان. نتمنوا من الله نتمنوا من الله تكون ما بقى والو ان شاء الله، ونفرحوا كامل ان شاء الله خويا. شكرا لك اخي. مشاهدينا كما كتابعوا معنا في هذا الاثناء هو على المباشر هنا من عين المكان من شفشاون، مازال الان كما سمعنا الاطقم الطبيه اللي التحقت بريان. فنسألكم الدعاء 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 الخالص لريان. مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، نعم كل شيء يدعي مع ريان في هذه الأثناء هذه. نعم ما زالت مشاهدينا قلوبنا مع ريان. الله يحفظك ولدي ريان، والله يرجعك سالم غانم للأسرة ديالك وللإنسانية جمعاء اللي كاملة حملات معاك الهم وكاملة ضامنت معاك. صراحة الشكر كل الشكر لكل من يعني من قريب أو بعيد اللي شفنا يعني الحمد لله أبهى صور التضامن وأبهى يعني أبهى القيم اللي شفناها الآن في هذ اليومين، يعني كانت يعني في في في, في ما تنساش ما تنساش هذا الحدث اللي جمعنا كاملين واللي وحد جميع المغاربه وجميع المسلمين وجميع العرب من جميع الاقطار من جميع الاجناس من جميع الديانات. شفنا انها كدعي مع ريان وانها حملات الهم ديالو. يا رب يخرج ابننا. ام رميساء خديجه، خديجه كتقول لك تعصبت. رولا يعني غنقرا لكم لي كومونتير ديالكم. مشاهدينا يوسف مزوار، نعم خويا ما عرفتش واش هذا وقت الضحك. احد الاخوه من الجزائر تحياتي لهم وتحيا الشعب الجزائري الشقيق. سعيدة نعم
الخريطه قالت لك خرج ولا مازال؟ مازال اختي لحدود الساعه مازال ننتظر بين لحدود الساعه من عين المكان كيقول دقائق معدوده غادي يكون ان شاء الله ريان لحدود الساعه يقال. اللي سمعنا من المصادر من عين المكان ومن المراسلي قناه شوف تيفي اللي كيتواجدوا طاقم شوف تيفي اللي كيتواجد بعين المكان انه الان يعني لحد الساعه الولد راه باقي الحمد لله حيا يرزق. تحيه للشعب السوري. خضور أم أحمد حي يرزق يا ربي الله يطول عمره. نعم اليوم شفنا استنفار أمني، شفنا حضور مكتف لرجال الدرك الملكي والقوات المساعدة في هذا اليوم، يعني إن شاء الله إن كانت فهي إشارة على أنه إن شاء الله غادي نشوفوا ريان في الساعات المقبلة أو في الدقائق المقبلة. عفوا مشاهدينا ما بقاش عندنا الصبر وما بقاش عندنا الجهد باش نزيدوا ساعات أخرى، فيا ربي تكون الليلة هي ليلة الفرح بالنسبة لكل الإنسانية ولكل المغاربة ولكل المسلمين وكل العرب وكل الأشقاء اللي حملوا معنا الهم ديال هالطفل هذا ريان. ريان فهو حكمة الله في أرضه، هذا ما يمكن أن نقوله. فيا مفرج الهموم فرج على ريان وعلى أسرة ريان. آدم خويا تحياتي لك. مستر آديل تحياتي وتحية للشعب الجزائري. قمر يا ربي خرج ريان يا خير يا أرحم الراحمين. أم أحمد مرحبا بك. أختي طاهر مرحبا بك. سعيدة تحياتي لكم، تحية لكل الإخوان اللي معي الآن واللي هزوا معنا الهم ديال ريان ونساو همومهم اليومية وهموم أسرهم، ولكن ريان بقى هو حلقة الوصل اللي جمعنا كاملين. شوفوا هاد الملاك، شوفوا هاد ماذا فعلت يا ريان في هاد الدنيا حتى تجمعت عليك الناس بهالطريقة. اشنو درتي يا خويا ريان؟ بغينا نعرفوا شنو هي الوصفة، اشنو درتي كي تدخلتي القلوب ديال المغاربة وديال العرب وديال الأشقاء كاملين بلا ما يعرفك حتى شي واحد وما شافك حتى شي واحد. ف حكيم من شيكاغو تحية الجالية المغربية ولكل نعم معجزة إلهية. نعم نعم ماذا فعل ريان حتى نشوفوا هاد 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 الوضع هذا ونشوفوا هاد التلاحم. نعم 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 وريان فهو نهر من أنهار الجنة واللي كنتمناه من الله سبحانه وتعالى ما يحرم منه حتى شي مسلم ولا مسلمة أو إنسان يا ربي. تشيم تشيم تحية للشعب الجزائري وكذلك تحية للشعب وتحية للناس تونس الخضراء. أمينة يحيى يا رب. رشيدة لوريكي وبعد ذلك إلى مروحية خاصة لنقله للمصحة لتلقي العلاجات الضرورية. عزيز حمدان تحياتي لك. ديدة تحياتي لكم. مريم تحية للشعب التونسي البحري، تحية كذلك للشعب الليبي اللي حاضر معنا. أحمد أبو تحياتي ليك. نانا تحياتنا ليك. لكل الأشقاء العرب اللي حاضرين معنا من مصر الشقيقة، من الأردن، من لبنان، من العراق، من المملكة العربية السعودية، من الخليج العربي ككل، من كل أقطار العالم. فتحياتي لكم مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي. سهام من شيكاغو تحياتي ليك. لينا الله يتقبل منا ومنكم أختي. تحية لكل الشعوب العربية اللي كتعيش معنا هاد المحنة واللي هزوا معنا الهم ديال ريان. تحية لكل المتتبعين والناس اللي عاد التحقوا بنا في هذه الأثناء هذه. فدائما مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي دقائق معدودات، كنتمناو من الله دعائكم، دعائكم المستجاب يا الله في هذه الأثناء. يا رب يخرج سالما غانما بإذن الله. هزينا الهم ديال ريان لمدة 5 أيام الآن وحنا كنعيشوا هذه المحنة، فكل واحد فينا غيكون أنه كيتفكر ريان في ساعات متأخرة من الليل ولا فاش كيكون في الفراش ديالو وكيتفكر أنه هو مغطي وفوق ما طلع ويعني وفي كامل الأريحية، ولكن تفكر أنه ريان بيت في عزلة في غياهب هذا القاع ديال البئر اللي كيعيش فيها في يعني قدر الله ما شاء فعل. فدائما مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي نتمنى من الله أن يتقبل منا ومنكم هذا العمل المقبول لله سبحانه وتعالى خصوصا في هذه المحنة هذه. الكل من مكانه فالحمد لله ربي سبحانه وتعالى حكيم. الصورة غير واضحة لأن
وعلى المباشر مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في كما كتابعوا معنا. كاين مشكل الصوره هو انه كاين المشكل ديال الشبكه، حتى الشبكه على مستوى اقليم شفشاون فضعيفه، وهذا مشكل اللي تلاقته جميع الاخوان، جميع المراسلين اللي كانوا في عين المكان، كان مشكل انه ينقلوا يعني الصوره يعني بجوده عاليه، لكن كاين مشكل ديال سيرتو الشبكه. ف نعم كما فتم تجنيد يعني سياره مخصصه سياره للانعاش، وكذلك تجنيد كذلك مروحيه خاصه للدرك الملكي اللي مجهزه بطاقم انعاش من اجل انها تاخذ ريان لاقرب مركز صحي باش ياخذ العلاجات ديالو الضروريه. انه كنعرفوا انه 5 ايام لا ماكله، يعني راه طفل في الاول وفي الاخير كيبقى طفل. فدعاؤكم الدعاء ديالكم الان هو الله يطول العمر ديال هذا الوليد هذا. فيا ربي ام علي عبد الجليل كتقول لك بطل ريان الذي وحد العرب. نعم اختي، فهذه حكمه الله في خلقه. شوفي وليد ديال 5 سنوات كان قادر انه يكون رساله ما بعدها رساله، لانه اعطى واحد العبره واحد الحكمه الهيه، وانه شفنا جميع العرب كل شيء نسى يعني مشاكله وخلافاته، كل شيء نسى اي حاجه كاينه، لا اللي دارتها الكره ولا اللي دارتها السياسه ولا اللي دارتها يعني المشكل في الشبكه. الناس اللي كتسول على الصوره احرار سعيد كتبقى خويا غير اشاعات، كتبقى اشاعات. رجاء عقلي كل الناس اللي معايا الان على البث المباشر تحياتي لكم. أمونا منى الله يتقبل منكم اختي ويتقبل صالح الاعمال، ولكل الناس اللي يعني ساهمت وحملت الهم ديال ريان في هذه المحنه هذه، فان دلت على شيء تدل على انه الحمد لله العرب والمسلمين عامه ففطره الرحمه والحنان مع بعضياتنا. ما كاين كتبقى يعني علامة بارزة. ودائما وعلى المباشر مشاهدينا دقائق معدودات. الان كنشوفوا سيارة الاسعاف اللي تم تجهيزها ووضعها، راه اشارة الاطقم الطبية. يا ربي يرجع، ويا ربي اللي غادي نطلب منكم هو الدعاء للريان، وكذلك الدعاء لهاد الناس اللي شفنا الاطقم ديال الانقاذ كيفاش واقفين المدة هذه. شفنا كذلك السلطات من اعلى سلطة، من السيد الوالي الجهة وكذلك عامل الاقليم والى اخر رجل يعني ديال القوات المساعدة اللي بقاو واقفين 24 ساعة على 24 ساعة لحدود ساعة، مازال هاد الناس واقفين. شفنا سائقين ديال الجرافات اللي قال لك حنا نخدموا ما عندناش المشكل، كاين اللي دار 22 ساعة، كاين اللي دخل في تحدي ديال 30 ساعة خدام كونتيني ما يوقفش باش ينقذ ويكون عنده يعني ياخذ هذاك الجزاء ويكون حتى هو فرحان ويحس انه كان عنده دور انه ينقذ الطفل ريان. شوفوا سبحان الله مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، في الزمان اللي ولينا كنقولوا واقيلا ما بقاتش فيه القيم، في زمان اللي ولينا كنقولوا واقيلا حتى واحد ما بقى كيعقل على يعني واحد ما بقى كيعقل على واحد من كثرة المشاكل اللي كنشوفوا، من كثرة يعني الجرائم وكثرة هذه المشاكل اللي كنشوفوا. لكن ريان مسح هذا الشيء كامل ورجعنا اليوم كنشوفوا كل شيء على قدم وساق من اجل ريان. غادي نحاولوا ناخذ لكم مباشر اخر مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، ونرجعوا من جديد الى وعلى المباشر دائما مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في. الان مازال ما
مازال ريان غادي نتسناو على ما طلع مباشر اخر في الاطقم ديال الطاقم ديال شوف تي في بعين المكان. فبقى كي يعني كيزود المشاهد الكريم في كل يعني مباشر ما كيتقطعش 24 ساعه على 24 ساعه منذ يعني اللحظه الاولى من وقوع الواقعه وهي سقوط الطفل ريان الى قعر البئر. فكان الحضور ديال قناه شوف تي في يعني كاول منبر وصل لعين المكان ودل على يعني وعلم على هاد الواقعه. ومن بعدها شفنا شفنا الحمد لله توافد كل يعني المنابر الاعلاميه لكل واحد ادلى بالدلو ديالو كل واحد وصل رساله وقدم المساعده وكذلك يد العون في هاد العمليه الانسانيه. فهنيئا لكل الناس اللي تجندت من اجل هذا العمل الكبير. شكرا لكل من يعني لقى الناس اللي خدمات. ونسالكم مره اخرى مشاهدينا من القلب بأنه نسألكم الدعاء 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 الدعاء. ف دعاؤكم لريان معي مشاهدينا وفي انتظار أنه يبان مباشر آخر. معي عدد من الإخوان هنا على المباشر اللي بغي يقول الكلمة ديالو على المباشر. مشاهدينا خويا شنو يعني يعني كلمتكم ودعائكم لهذا الطفل هذا وانت من مدينه مكناس من هنا؟ السلام عليكم اخوتي، تحياتي للمغاربه وكل الناس اللي تضامنوا مع الطفل هذا، لان الطفل هذا ليس ابن سفشاون انما ابن المغاربه وابن الانسانيه قبل كل شيء وابن الامه الاسلاميه. وكنشكروا الشعوب العربيه اللي تضامنت معنا بما فيها مصر وتونس والجزائر وليبيا. نعم ونتمنوا من الله العالم يعني شفنا تضامن الله ونتمنوا من الله. راه هذه الحاله هذه اللي عشناها هذه الثلاث ايام راه كل نهار كنفكروا في هذا الموضوع هذا، راه كل ساعه كتمشي منا ولا دقيقه كنفكروا في هذا الشيء هذا. نعم ونتمنوا الخير والحمد لله سمعنا بان راه متوصلوا به. كنتمنوا انه يكون على قيد الحياه الحمد لله الحمد لله. الدعاء المغاربه استجاب الله كل الحمد لله ونشكره قدامي الكل على اعصابه الكل يعني كيتسنى هذا الحديث اللي كاين دابا غير اللي كيتلاقى معاه لان مساله وطنيه هذه مساله انسانيه اكثر من يعني اكثر من انسانيه ووطنيه في نفس الوقت عالميه. نتمنوا الخير نتمنوا الخير. نعم شكرا لك اخي. دائما مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في وعلى المباشر. اسماعيل كلمتك خويا في انتظار انه يبان بث مباشر اخر في هذه الاثناء هذه. الحمد لله دابا راه حنا كننتظروا الطاقم الطبي في علم المكان حتى هما غيهبطوا لعند الطفل ضروري. دابا راه فريق الطبي غيهبطوا للطفل اشرف حتى هو باش يكون لانقاذ حتى الفريق الطبي. والحمد لله الدعوات ديالكم كل مغربي داخل الوطن وخارج الوطن الدعوات ديالكم للطفل اشرف باش نشوفوه في حياه زوينه ان شاء الله ويولي للحياه ديالو ويرجع للعائله ديالو ويرجع للمغاربه كاملين اللي خارج ارض الوطن وماشي غير المغاربه جميع العالم دول العالم كامل كينتظروا ريان يشوفوا ريان كيهضر يشوفوا ريان كيضحك يشوفوا ريان اللي عاش واحد العيشه اللي هي صعيبه بزاف. ونتمنوا من الله ريان يرجع كما بغينا نشوفوه مزيان ونفرحوا كاملين. هادشي اللي بغينا ما بغينا حتى شي حاجه بغينا ريان. وهذا هو الكاس ديالنا ديال افريقيا اللي غنهزو ولا كاس العالم ولا هذا هو ريان كيهمنا ريان وحنا مع ريان ودابا ما ارتاحوا تنشوفوا ريان الحمد لله. خلي لكم بابا احمد حتى هو راه متبع خوتي هذه ثلاث ايام ما تناكلش مزيان كاع حتى تفوت المغرب عاد تنعتق اخوتي مسقوم وتيخرج مسكينه حتى هي تقول لي ولدي تتعيا مع الربعة الليل كتقول لها قبط انت شويه ولا جبدوه قولها لي. ودابا من سمع دابا من سمعت في شوف سي في تيقولوا الطاقم الطبي راه دخل وبا علاش؟ ان راه الشعه ما خصوش يضرب فيه الهواء راه تبدلت عليه
الهواء ديال برا ماشي ديال الداخل. دابا راه يديروا داك الطاقم الطبي اللي يخرجوه مغلف والشعه والشعه الدعاء تنسبح الله انه يصابك نسبح الله بلاصه قوي والسباحه السباحه. استغفر الله العظيم سبحان ربي بحمده استغفر الله العظيم سبحان ربي بحمده ولطفو يا لطيف ويا لطيف ويا لطيف لطاف مزيان اخوتي والحمد لله والشكر لله. وهذا امتحان تعطينا الله فهمتيني امتحان نبدا والله مع الصابرين الله صبروا. وخويا رايان الحمد لله ما تنسمعوا مازال حي هذاك هو الدنيا وما فيها ما تنسمعوا مازال حي ونتمناو نجبدوه حي فهمتيني نتمناو نجبدوا حي اخوتي. انا ما بقاتناش خدمه في الزربه وكذا دوك الناس الله يعاونهم هذوك الخدامه الله يعاونهم مول داك الراجل اللي كيسوق بالتراكس الله يعاونه اللي كيسوق اللي كيضرب الدبابه الله يعاونه الله يعاونهم مساكن هي التراكس التراكس عفوا اخوتي التراكس. شكرا لك خويا احمد. دائما مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي لا زالت مستمره هنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي عمليه الانقاذ سوف نوافيكم بالجديد بعد قليل. خليكم معنا ما تمشيو فين في انتظار وعلى الاعصاب كما جميع المغاربه من داخل الوطن ومن خارجه. تحيه الجاليه المغربيه المقيمه بالديار الايطاليه اللي كنشوفهم معايا الان. تحيه لكل الناس اللي معنا الان وعلى المباشر في انتظار يرجع لنا ريان سالما يا ربي. تحياتي لكم الى اللقاء مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي من هنا من العاصمه الاسماعيليه كباقي المدن في انتظار ريان. يا ربي يرجع لنا ريان سالما يا ربي في صحه جيده يفرحنا ويفرح كل القلوب اللي حبات ريان وتضامنت معاه. شكرا.